يقول سمعنا أنه يجوز أخذ القروض الربوية في حالة الضرورة، فهل هذا الكلام صحيح وما هو ضابط الضرورة في ذلك؟ الربا لا يباح مطلقا وليس له ضرورة، والحمد لله الله وسع الأرزاق والمكاسب، ولا هناك ضرورة إلى الربا أبدا. الضرورة تكون للميتة والكنزير إذا لم يحضره غيره خوفا من الموت، هذا الذي أباحه الله. أما الربا فالله جل وعلا لم يبحه لأنه لا ضرورة إليه، فيه من المكاسب وفيه من الأرزاق الكثير ولله الحمد، فلا يجوز أخذ الربا بحال من الأحوال. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا نهي وتحريم مطلق، لم يأتي فيه تخصيص أو استثناء.